إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. تعقيب، هنفسر مع بعض بعض الأشياء. إحنا دلوقتي العيادة بتاعتنا، النظام بقى بتاعنا إن حضرتك بنعلن الدكتور محمد موجود في العيادة في اليوم الفلاني، المرضى تيجي الصبح من الساعة 9 للساعة 10، تمام؟ بيكتب اسمه، بياخد دوره، بيحدد الحاجة. الساعة 10 ما بنستقبلش مرضى تانيين، بنبقى عارفين ان احنا عندنا في اليوم دوت 20 عيان، 25 عيان، 30 عيان، المهم كله كام واحد جه ايد اسمه لغاية الساعة 10. كويس جدا، بنعرف الساعة 10 او انا بعرف الساعة 10 ان انا عندي 30 عيان النهاردة، بقول تقريبا انا هخلص الساعة كذا، عندي 10 عيانين هخلص الساعة كذا، 40 عيان هخلص الساعة كذا، بتصل بالمستشفى تدي مواعيد للمرضى اللي هم تعبانين في المستشفى او في الجامعة او ايا كان. كويس، فبعرف الـ انا هقعد قد ايه في العيادة، ظروف شغلي قد ايه بالطريقة دي. طيب، هيبتدي كل واحد يخترع طريقة ولهم كل الاحترام، لكن كل الاختراعات اللي في دماغ حضراتكم، احنا طبعا الطريقة دي الناس، بعض الناس بيبقوا زعلانين يقولك انا جاي قاعد من الساعة 9 الصبح، انا جاي قاعد كل ده عشان اقابل الدكتور، انا كل ده. طيب ليه احنا نعمل كده؟ هل احنا قصدين نعذب حضرتك؟ ابدا، انما احنا اتعذبنا سنين طويلة حتى علشان نوصل للطريقة دي في التعامل. لان تعالى بقى، احنا في الظروف اللي احنا فيها دي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول احنا كل يوم هنكشف على 20 مريض، يتصل ال 20 مريض، نحجز، نكتب اساميهم، اللي بعد كده 20 مريض نكتب اسمه، يجي يتكلم حد يقول لك انا عايز اجي بكره، نقول له لا معلش، احنا ال 20 مريض بتوع بكره موجودين، انت قدامك شهر. طب انت قدامك شهرين، انت متخيل ان احنا بنحجز لغايه شهرين؟ طبعا المريض متألم وتعبان وحاسس ان احنا ظلمة، في النهاية احنا هنطلع ظلمة في كل الاحوال، يعني في كل الاحوال في بعض الناس مش عاجبها وبيقولوا ان احنا ظلمة، فخلاص يعني مدام كده كده ظلمة بقى يعني عادي يعني. فانا احتراما ليكوا بفهمكوا، يعني انا احتراما لحضراتكوا عشان انا بحترمكوا فبفهمكوا الامور، يعني زي والدتي لما تروح تكشف او اي حد من قرايبي يكشف يقول له لا تعالى الصبح اكتب اسمه، انا كمان هبقى مش فاهم هو ليه الدكتور بيعمل كده، تمام؟ ويقعدوا بقى الناس تلقح كلام بقى ويقول لك اصله بيرصصنا، وبعدين يجي هو اصل هو، كل واحد بقى حسب تربيته وثقافته وظنه السوء او ظنه الحسن. طيب هفهم حضراتكم، فنيجي حد نقول له لا ما عندناش ميعاد غير بعد شهر، انت متخيل بقى يقوم يشتمك، يعني وانت الدكتور اللي يعني مش عارف ايه بعد شهر؟ ماشي، اتشتمنا برضو. نيجي بقى منتظرين العشرين واحد بتاع النهاردة اللي حجزوا، يجي لك تلاتة اربعة. طب مش مهم، انا مش متضايق، تلاتة اربعة لهم الاحترام. طب كان في ناس تعبانة واحنا قلنا لهم تعالوا بعد شهر، ما انت لو كنت اعتذرت كان كلمنا واحد تعبان وقلنا له تعالى. لا 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 لا، ما عندناش احنا ثقافة الاعتذار، احنا مصريين، احنا عرب، احنا نمشي في الدنيا كده بدون ضابط ولا رابط. طيب فالحل ايه؟ قلنا طيب ندي مواعيد للناس، بدل ما ندي 20 ندي 30 على اساس ان في 10 ما يجوش، فيبقى احنا خدنا ال 20 بتوعنا. يجي لك برضه 3 4 7 8. طب الشخص اللي تعبان اللي كان عايز يجي وقلنا له بعد شهر، مفيش برضه، هو بيدعي عليك والتاني برضه متضايق منك انك جبته. طب نعمل ايه دلوقتي؟ في بعض المرضى قالوا كلام محترم جدا، قال لك بص يا دكتور الحجز بالفلوس، يجي المريض وهو لو دفع فلوس وعرف ان فلوسه هتروح عليه هيجي غصب عنه. طيب هل انا اجيب المريض مثلا من الصعيد ولا من وجه بحري ولا من اي مكان بعيد مرتين، مره يدفع الفلوس ومره تانية يكشف؟ يا ظلمه يا مفتريين يا اولاد اللذين، هي برده مش هتعجب الناس. طيب يبقى النظام الوحيد المتبع لغايه لما يحصل ان احنا هنعمل ايه، ان حضرتك هتدخل على الانترنت، ده لسه ما اخترعهوش لسه، وتدفع بالفيزا بالكريدت كارد، فيقول لك انا ما عنديش فيزا في البنك، يا ظلمه يا مفتريين يا مش عارف مين. طيب طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ لا احنا بقى بعد كده، والنظام الحكومي كويس جدا في الموضوع ده، والنظام الضريبي نظام ممتاز جدا اللي هيتطبق او بيتطبق، هيتعمل لكل واحد، حضرتك هتيجي تحجز
مقابلة مع الدكتور 20 دقيقة مثلا 15 دقيقة من الساعة كذا للساعة كذا، والله من الساعة مثلا الساعة 3 للساعة 23 دقيقة. حضرتك بقى جيت الساعة 3:05 خلاص راح عليك 5 دقايق واقعد بقى، خش بقوا 15 دقيقة تمام. جيت الساعة 3 ومش عارف ايه، وطبعا برضو مش هيعجب الناس يعني، لانه هيجي يقول لك الله يعني انا اتاخرت 5 دقايق، طب الخمس دقايق دول انت دخلت حد مكاني؟ لا انا هقعد في الخمس دقايق دول فاضي اطقطق صوابعي مستني حضرتك، انا هعمل كده. بس لما النظام يتطبق انك تحجز على الاونلاين وفلوسك تروح عليك لو ما جتش. طيب تعالوا بقى دلوقتي في نفس اللي احنا فيه ده، اني انا دلوقتي علشان الناس اللي ليها تعاقدات بكشف في مستشفى نيوروسبيتاليا صح كده، وبكشف في عيادات كليوباترا في الشيخ زايد. النظام عندهم ايه؟ النظام عندهم ان المريض يتكلم يحجز. جميل، هم يكلموني قبليها، احنا بنأكد الميعاد في 10 مرضى حجزوا. فبروح بلاقي مريض واحد بس، له كل الاحترام، وهو لو قال لي في مريض حجز انا هروح للمريض طبعا يعني. لكن انا بوريكوا الشعب عامل ازاي، وبوريكوا تفكير الناس عامل ازاي. ما دام انا هتكلم احجز احجز، وبعدين لو مش فاضي ما تروحش، ده دكتور مش ده خليه كليه الطب. دايما اقول كده، الدكتور انت دلوقتي بتتعامل في مجتمع سوقي دي، طب ما هو انت السبب اللي دخلك كليه الطب، كان ممكن تخش اي كليه ما بتتعاملش مع البشر خالص. فالغلطه غلطه الدكتور، بما انك دكتور لازم تستحمل وتتحمل الناس، عشان انت بتشتغل مهنه انسانيه، اللي يشتمك يشتمك، واللي يدي عليك يدي عليك، واللي يديك ميعاده ما يجيش زي بعضه، اللي يديك ميعاده يتاخر عليك عادي، انت دكتور صح كده. سبحانك اللهم. احنا بس انا بفسر للناس المحترمه اللي بتيجي في ميعادها، فعلا بيتعب ان هو يعني الحجز وقعد وانتظر. فانتوا الناس المحترمين، انا بفسر لكم بس احنا بنعمل كده ليه، ومش قصدنا نضايق حضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.